أهلا بكم. أكثر من 40 يوما من القتال البري تحاول فيها القوات الإسرائيلية التقدم باتجاه جنوبي الليطاني، محاولات وعلى الرغم من التمهيد الناري لمدة سنة كاملة عبر الغارات من الطيران الحربي والمسير، وبعد العمليات الأمنية التي استهدفت قيادة المقاومة باءت بفشل ذريع. الهدف الأساسي الإسرائيلي كان السيطرة العسكرية على منطقة جنوب الليطاني لمنع إطلاق الصواريخ في اتجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، وكنتيجة إعادة المستوطنين إلى منازلهم بعد نزوح دام أكثر من سنة. الجيش الإسرائيلي وبفرقه الخمس العاملة في الجنوب التي يزيد عددها عن 70,000، ومع أسراب طائراته الحربية والمسيرة والبوارج الحربية التي تشارك في المعارك بآلاف الغارات والضربات الصاروخية منذ أكثر من سنة، لا يزال يقف عند حدود البلدات الخط الأمامي بشريط سيطرة يصل في أفضل حالاته إلى 2 كيلومترين في العمق، ويتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وصلت إلى 42 دبابة ميركافا و1000 إصابة بين قتيل وجريح. ومن منطقة جنوب الليطاني لا يزال حزب الله يطلق أغلب صواريخه ومسيراته التي تستهدف إلى جانب تجمعات وانتشارات وتوغلات الفرق الإسرائيلية في المنطقة الحدودية. يستهدف أيضا المنطقة الممتدة من الحدود اللبنانية وصولا إلى حيفا في الغرب، مرورا بكرمائيل في الوسط، وصولا إلى طبرية وصفد في الشرق. أكثر من 1250 كيلومترا مربعا دخل دائرة النار يوميا، قواعد عسكرية ومنشآت أمنية منتشرة على طول هذه المساحة تضرب بالطائرات الانقضاضية والصواريخ على أنواعها البالستية الدقيقة والمتوسطة المدى. صافرات إنذار متتالية تخطى عدد دويها اليومي 200 إنذار، تدخل مئات الآلاف وفي بعض الحالات مليوني مستوطن إلى الملاجئ بشكل متكرر في مشهدية عجز واضح في التصدي للصواريخ والمسيرات. حزب الله لم يكتفي بهذا، بل وسع دائرة النار أيضا في اتجاه ضواحي تل أبيب، حيث يستهدف قاعدة جاليلوت بشكل دوري إلى جانب أهداف أخرى في ضواحي تل أبيب الجنوبية كقاعدة بالمخيمة الجوية، هذا فضلا عن قيصرية وبنيامينة وغيرهما. على الرغم من الضربة القاسية التي تعرض لها حزب الله، إلا أن الأداء الميداني يشير إلى مقدرة عالية على رصد الأهداف وضربها، تنسيق النيران، وهذا مكنه من وقف الهجمة البرية عند خط الدفاع الأول وزيادة هجماته في اتجاه العمق وفي المستوطنات الأمامية، مع الحفاظ على وتيرة نيران معتدلة من حيث عدد الصواريخ ونوعها، وهذا يشير إلى تحضير لدى الحزب لخوض معركة طويلة الأمد. علي مرتضى، جنوب لبنان.